السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم قلت نشارك معكم واحد الوجبه تقدروا توجدوها في الغداء ولا العشاء، اللي هي الفلفله معمره بالرز والكفته. والمقادير على بركه الله. العنصر الاساسي ديال هذه الوصفه هذه هو الفلفله حمراء اللي هي موجوده في الفصل هذا، وعندي الكفته، عندي الرز طيبته نص طيبه بالملح وورق سيدنا موسى. الحجم ديال هذا الكاس هذا كبير متوسط. وعندي حبه ديال المطيشه قشرتها وخليتها بالماء ديالها، قطعتها كطريفات صغار. وعندي بصلة كبيرة حكيتها في الحكاكة، وعندي الملحة، وعندي هنايا الفلفل الحار أحمر طبيعي، أنا شديته طحنته وهكذا، هانتوما كي كتشوفو كيجي مزيان. وعندي هنايا الفلفل الأحمر حتى هو حلو طبيعي، أنا اللي صوبته. وعندي هنا قزبر ومعدنوس، عندي هنايا زيت نباتي، زيت الزيتون، عندي هنا الفلفل الاسود، سكينجبير، جونجومبر، الكركم، وعندي هنايا شويه ديال الزعتر، عريشه هذا ديال الكرافس، جوج عريشات هكذا. وعندي هنايا ورق سيدنا موسى، وعندي جوج فصوص ديال الثوم. غنوريكم كيفاش كنقطع الفلفله، هانتوما كنبدأ من هنا كنحيد هاد الزريعه اللي داخل ديالها. طيب بالصلصة ديال الفلفلة اللي غادي نديرو، البصلة هي الأولى، ندير شوية ديال الزيت نباتي، شوية زيت الزيتون، غادي نحك لها واحد الفص ديال الثوم، كنخلي هاد البصله حتى تقلى شويه، وغادي نزيد ليها مطيشه. ملي بدات كتقلى البصله هكذا باش ما تاخذش ليا الوقت بزاف، كنزيد ليها مطيشه. هاد الصلصه هادي انا كندير تقريبا البصله اكثر من مطيشه، حيت ما كنبغيش هذيك الحموضه ديال المطيشه في الصلصه ديال الفلفله. كندير واحد معلقه ديال الفلفله الحمراء هذه. هاد الفلفله الحمراء راه طبيعيه، راه واخا كندير واخا ندير منها بكثير ما تضر، لانها طبيعيه، فلفله حلوه مطحونه، فلا كي كتيبس حتى كتولي ناشفه من بعد كنطحنوها، ماشي بحال هذه اللي كتباع مصبوغه ما عرفناها اشنو كيفاش باش مخدومه. وغادي ندير واحد نص معلقه ديال سكينجبير، واحد ربع ديال المعلقه ديال الفلفل الاسود ابزار، شويه ديال الملحه، ورق سيدنا موسى، الرند كل ما كيعرفوش بورق سيدنا موسى، نسيت كركم، غندير واحد راس المعلقه حتى هو، ندير واحد راس معلقه ديال الفلفل الحار، واللي ما كيبغي ما كاين له، شويه ديال الزعتر ورق، هانتوما ها
نقص عليها النار ونخليها طيب على خاطرها، وغادي نغطيها باش يرجع ليها البخار ديالها. نوجد الحشوه ديال الفلفله، غادي نبداو بالكفته، غادي نحك عليها شويه ديال الثوم، تقريبا نص ديال هذا الفص ديال الثوم، غادي ندير نص معلقه ديال الفلفله الحمراء اللي ماشي حاره، شويه ديال الابزار هي شويه، قل من راس معلقه، شويه الفلفله حاره غير واحد شويه ماشي حيت درناها في لاصوص، شويه القزبر ومعدنوس، شويه الملحه، كنخلطها بيديا هكذا، كنزيد ليها شويه ديال الرز، نزيد ليها الرز ماشي نزيد ليها شويه، نزيد ليها الرز كامل، كندير لها شويه ديال زيت الزيتون، وكنخلطها حتى كيندمج ليا الرز مع الكفته. غادي نزيد ليها شويه القزبر بان ليا قليل، نتوما هكذا ملي كتخلطوها كتذوقوا شويه، الا جاتكم السوسه كتزيدوا لها شويه الملحه. ما قدمتش معكم في المقادير الفرماج الاحمر الحشوه ديال الفلفله، غادي نحك عليها شويه ديال الفرماج، الفرماج كيجمعها ما كتبقاش الرز يتفرتت، كتبقى مجموعه داكشي كنديروا لها الفرماج في الاخر، وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. غناخذ دابا الحشوه غنعمر بها الفلفله، انا خديت معلقه صغيره باش نتحكم في لافارس ديالي، هانتوما الا ما بغيتوش تقسموا الفلفله بحال هكذا ممكن تقسموا الفلفله على جوج ما تحلوهاش وتعمروها، كل واحد وكيفاش كيبغي. بعد ما عمرت الفلفله هانتوما كي عمرتها، دابا غادي ندير لاصوص، غادي نفرش لها هاد العويدات الكرافس هكذا، هانتوما لاصوص كيفاش، ما خدات حتى 10 دقائق حيت هاد الورقات ديال سيدنا موسى نخليوهم كيزيدو يطلقو لينا اللذة. كنفرش الفلفلة ديالي، عندي المول صغير، تقدر طيب وحدة ونعاود نحيدها وندير الأخرى، ما عندي ماشي مشكل، هانتوما هكذا غنخليهم يطيبوا مع بعضياتهم. هذيك المقله غادي نزيد غير شويه ديال الماء باش ما تحرقش لينا، غير وحده جوج معلقات ديال الماء، غادي نغطيها في طابلي الومنيوم باش يرجع عليها السات وتطيب لينا دغيا. غادي نشعل عليها الفران من التحت حتى تطيب، تطيب لينا الفلفله، وغادي نعريوها ونخليوها تتنشف لينا من الماء ديالها تقريبا. هانتوما الكراتان وجد، خليته حتى طابت لاصوص ولات معسله، خرجته من الفران، قبل ما نخرجو من الفران درت له شويه الفرماج من الفوق،
كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم. ما تنسوش ديروا أبوني وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكراً.